برنامج منعيش بكل حلم حقيقة، برنامج منعيش من خلاله ما خلف الكواليس من حياة نجوم الفن. أعداد وتقديم إلياس مرجي. مرحبا للجميع، معاكم الياس مرجي، ورح نتشارك مع بعض بسلسلة حلقات جديدة من موسم جديد من برنامج منعيش بكل حلم حقيقة. هالبرنامج اللي منتناول فيه كواليس أهل الفن، ذكرياتهم قصصهم من أقرب الناس لإلهن. وبعد ما كنا في الموسم الأول وبسلسلة حلقات تميزت بالتنقل من بلد لبلد، كنا في سوريا محافظة حلب القصيلة، ومرقنا من عروس البحر بيروت، وصلنا مع بعض للمدينة الساحلية التونسية الجم. وبعد هالجولة نرجع اليوم وبعد 3 سنين لحتى نتشارك مع بعض مع فنانين جداد ومع ناس شاركتهن بحلمهن. والبداية رح تكون مع الفنانة السورية فرح يوسف، بنت محافظة طرطوس. هالفنانة اللي اشتركت بالموسم الثاني من برنامج أرب آيدل واللي وصلت فيه للنهائيات. وقبل مشاركتها في برنامج أرب آيدل كان لها مشاركات غنائية لشارات مسلسلات سورية، منها الأميمي مع الفنان القدير صفوان العابد، والولادة من الخاصرة. فرح يوسف، أهلا وسهلا فيك في برنامج منعيش بكل حلم حقيقة، إن شاء الله تكوني بخير. الحمد لله. حبيت أسألك في البداية، من أي بلد أنت؟ أنا من سوريا، من ضيعة اسمه بريسين بمنطقة الشيخ بدر بمحافظة طرطوس. طيب فرح، أنا حبيت أسألك في البداية، وين تحسيت أنه أنت ممكن تكوني فنانة والناس تحبك وحتى تبني مسيرة فنية، واللي اتضح أنه كمان مستمر لحد يومنا هذا؟ لما صرت شوف ردات فعل الناس لما تكون عم غني، لما كنت شوف قديشهم مبسوطين واستعادة بوجههم، يعني لما تلايون كنت حس بهذا الاتنشن اللي عم يجيني دائما، فحسيت انه هذا اللي لازم انا اعمله يعني. ودائما لما كنت صغيرة يعني كنت كتير حب اسمع موسيقى، كتير كانت تستهويني. يعني انا جاية من عائلة الحمد لله مثقفة، بتحب الثقافة واللغة والفن، فيعني من صغري ربيت بهاي البيئة اللي بتحتضن يعني الأمور الثقافية والفنية، فتعودت ومن هون انطلقت. حلو كتير. طيب، من هاي الانطلاقة فرح للانطلاقة الرسمية اللي كانت في الموسم الثاني في أرب آيدل، وإذا بدنا نحكي عن كواليس وقصص، وأكيد البداية ما بتكون وردية لأي حدا حابب يقدم على هيك نوع من البرامج، فياريت تحكي لنا عن تجربتك في أرب آيدل من البدايات. البدايات انت ما بتتخيل الصعوبة اللي كانت لحتى انا انزل من سوريا على بيروت، حدود مغلقة مسكرة، بتعرف انت يعني كان للأسف الوضع الأمني صعب صعب وخطير جدا يعني، مع ذلك خاطرت ونزلت لوحدي اول بأرب آيدل 1. نزلت لوحدي وكان يعني لازم اطلع بالليل صباحا، يعني الساعة قدية 5 الصبح، فتأخرنا على الحدود، يعني بتعرف انت الوضع الأمني صعب. وصلت على بيروت، كان في يعني مثل انه قالوا لي تاخرتي ما عاد يطلع لك رقم، يعني صار معي 1 2 3. انا جاي من سوريا يعني لسه ما لكم بس يعني نص، انا متاخره نص ساعه او ساعه يمكن. فضلتني قاعده مصره انه لا انا ماني نازله لحتى اقدم اوديشن. فضلتني قاعدة الساعة تقريبا 8:30 أو 9 الصبح، أي سينك والله ما بتذكر بالضبط، لساعة 10:10:30 بالليل لحتى قبلوا يعطوني رقم ودخلت وغنيت وقوبلت بالرفض. يعني حتى كان يعني استهجان كان فيه، يعني إنه وجههم ما كان يعني مثل إنه تضايقوا من قوة الصوت. أنا بصراحة كتير انجرحت بهذاك اليوم، بس إنه it's fine. في أغنية اللي أنت حكيتي عنها غنيتيها كمان في اللجان، لجان التحكيم، وكمان غنيتيها بالفاينل، افرح يا قلبي، شو قصتها معك؟ هلا أول مرة أنا قدمت على أرب آيدل، قدمت على أرب آيدل 1، وكانت هي الأغنية هاي اللي غنيتها. أنا حسيت إنه لاقت نوعا من الاستهجان من لجنة البروديوسرز اللي هي قبل لجنة التحكيم الأساسية يعني،
بس مثلا بالتجربة الثانية لما غنيت نفس الأغنية كان رد الفعل عكسي تماما. كان في بلجنة التحكيم الأولى اللي هي قبل اللجنة الأساسية اللي هي حضرة الفنانين اللي بنعرفهم اللي كانوا اللجنة، كان في الأستاذ إليل عليا، وكان في وديع أبيراد كمان ما حفظ الألقاب. يعني أكيد اختلفت النظرة يعني. فأنا غنيت الأغنية يعني نفسها لأنه أنا بحبها، يعني أنا بحبها للأغنية وفيها من اسمي يعني. عرفت؟ افرح يا قلبي لك نصيب تبلومناك ويا الحبيب. افرح يا قلبي. طيب تاني سنة شو صار معك؟ تاني سنة I made sure إني أوصل على الوقت مشان ما يكون في أي يعني أي عائق. وبالفعل الحمد لله قدمت ومثل ما شفتوا أنتوا على التيفي وصلت الفاينل. ايه. إذا نرجع مع بعض شوي للبداية، حكيتي لي إنه أنت اكتشفت موهبتك من خلال الجمهور اللي كان عنده لمعة بعيونه وقت اللي أنت كنت تغني. طيب إسا أنت على المسرح وعم بتغني، راح يلفتك برضو لمعة عيون الناس عليك ولا راح تركز أكتر في غناك وبصوتك وبأدائك على المسرح؟ بصراحة الموضوع نسبي حسب الأغنية اللي عم غنيها، لأنه في أغاني بحس أنه للجمهور أكتر مني أنا. يعني مثلا مثل الأغاني الراقصة، الأغاني اللي الناس بدها تفرح فيها، اللي بدها ترقص وتنبسط، دائما تركيزي فيها على الجمهور، لأنه أنا بالنهاية لما عم غنيها الأغاني عم غنيها لإلهم لحتى ينبسطوا فيها ولحتى يرقصوا ويفرحوا. الأغاني الثانية اللي هي مثلا مثل أغاني اللي فيها طرب وتركيز على جودة إتقان اللحن والموسيقى، فهذه أنا تلقائيا بتاخد فيها. بس مع ذلك بحاول قد ما بقدر أنه خلي نظري على الجمهور، وكل مرة بكون عم غني هاي نوعية من الأغاني طلع على الجمهور بلاقيه بحالة تركيز يعني، وشوف المحبة بعيونهم وعن جد بيكبر قلبي. فمثل ما قلت لك الموضوع نسبي. برنامج منعيش بكل حلم حقيقة، أعداد وتقديم إلياس مرجي. فرح هيك أخذتينا معك من طرطوس لبيروت، فجأة سافرت الطيارة وحطت في أمريكا، هناك حبيب القلب زوجك صح؟ أيوة. فرح يوسف عنده حلم تلتقي مع فنان، هالفنان التقت معه وغنت معه على مسرح واحد، شو بتحكينا عن هالفنان؟ كان لي الشرف انه غنيت معه بحفلة واحدة، كانت حفلة لألي ولأله بمدينة بوسطن الأمريكية الشخصية، اللي هو الفنان السوري العظيم الياس كرم. أول ما شفته الصراحة حسيت حالي جعت طفلة عمري 10 سنين صراحة، يعني ما قدرت خبيت فرحتي الكبيرة، يعني أنا بسميها فرحة الأطفال. يعني أنا لما شفته بالفعل كانت مثل فرحة الأطفال. بقدره جدا وبحترمه لأبعد الحدود، يعني بعتبره من الأصوات النادرة جدا على فكرة اللي ما بتتكرر. أنا ما سمعت لهلأ صوت مثل صوت هذا الإنسان على فكرة. هو أول ما شافني يعني استقبلني كيف العيلة تستقبل بعضها هيك بهالمحبة. حسيت حالي فرد من العائلة لما استقبلني بالفعل، أشاد بصوتي، أشاد بغنائي، أثنى علي وعلى اجتهادي على نفسي، يعني حسيت بالتقدير. إنسان مثل هذا عم بيقدرني بالفعل، هذا الشيء رفع من تقديري أنا وثقتي بنفسي أكتر. حلو. طبعا وراء الكواليس كان دائما يعطيني يعني قوة دفع معنوية كبيرة، اللي وسقي بصوتك دائما، وسقي بحالك دائما، خليكي هيك، لأنه بالنهاية الفنان لما بيكون رب العالمين عاطيه هالموهبة فلازم يكون واثق بنفسه دائما. فجدا أنا استفدت منه، استفدت من أغانيه، من طريقة غنائه، من علمه الموسيقي.
يعني شو ما حكيت عن هذا الإنسان بصراحة ما بوفي حقه أبدا. طيب إذا بنطلب منك تغني أغنية من أغاني الفنان الكبير إلياس كرم، شو راح تسمعينا؟ أنا بحب له موال بحبك وبعرف مش إلي أنت، هذا الموال اللي أنا لما سمعته منه عادت هيك، يعني مع أنه أنا ما لي علاقة بالسيرة اتأثرت، يعني كأنه الموضوع بيعنيني، يعني كل ما بسمعه كأني بسمعه لأول مرة لهالموال. بحبك وبعرف مش إلي أنت، طبعا أكيد أنت من المحبين للفنان إلياس كرم فأكيد بتعرفه. أنا عايش القصة هاي. أوكي يلا رح غني لك منه شوي. بحبك وبعرف مش إلي أنتي، ورح ضل حبك وين ما كنتي، حبك وبعرف مش إلي أنتي، ورح ضل حبك وين ما كنتي، ومدلك بشوقي وحنيني، ولو غير ايدي بايدك احضنتي، يمكن تروح يا مكان بعيد وتنسي قلب بيدق توس كنتي، ويمكن ما تشوفك وقت ما بريد من بعد ما زي انتي، ما اصعب الفرقة بلا تمهيد، ويا ريت منها ما تمكنتي، كيف لك قلب على القهر والتشريد، وكيف تأسيتي بعد مال انتي، وحياة ملقاكي اللي مثل العيد يلي فيه كل العمر جننتي، رح ضل وحدي طيرك الغريب، رد الفرح ليك إذا حزنتي. الله يحفظك هالصوت. الله يحفظك. حبيت أحكي معك عن موضوع أنه أنت مقلة في إنتاجاتك الخاصة، ممكن تشاركينا بالأسباب؟ صراحة لأنه أنا بعد أرب آيدل يعني صار في كتير أمور، يعني فيني إلك فيها أنه انظلمت. أنا ما بحب ألعب دور الضحية أبدا، يعني ما بحب أني فوت بهذا المود، بس كلمة الحق بتنقال بالفعل أنا يعني انظلمت كتير. الأسباب تتعدد، بس السبب الرئيسي والأهم اللي هو حرب بلدي، اللي هي حربنا ظلمت السوريين كلهم من دون استثناء. بالفعل يعني أنا كنت يعني من أكبر كبش فدا، يعني بالنسبة لي أو بالأحرى اللي شفته أنا طبعا برأيي الشخصي. كنت كل الفترة الماضية أنا إنتاجي شخصي مني أنا، إدارة أعمالي مني أنا، أنا عملت فريق إدارة أعمال كنت أنا على رأسه، وهن بصراحة أصدقاء، يعني كانوا عم يشتغلوا هذا الشغل معي من محبتهم لإلي كأصدقائي. قدرت أني أنا سويت إنتاجي الخاص وأخذت من أسماء جدا مهمة، وسجلت بأفضل الاستديوهات واشتغلوا لي الموسيقى أفضل العازفين وأفضل الموزعين، وهذا الشيء تعرف بده مصاري كثير. يعني الإنتاج الفني بده شركات لحتى تقدر تنتج، وأنا الحمد لله والشكر لله يعني قدرت وازن بين كل هدول الأمور بحيث أني يكون أنا مديرة عملي منتج لنفسي
فأنا بتمنى من الكل أنه يعذروني ويلتمسولي الأعذار. أنا حاولت بالفعل، فقدمت الإنتاج اللي بقدر أقدمه وحاولت أني أسوي قد ما بقدر. الله يعطيك العافية. طب بما أنه حكينا على الإنتاج الشخصي تبعك، نحكي على أغنية زي وردة مثلا. أنا سمعتها، هي من كلمات وألحان الفنان أحمد رفاعي ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديوز. هالأغنية جمعت هيك بين الكلاسيكيات والرومانسي وكمان المينستريم، والدمج الإلكتروني عمليا بالتوزيع. شو بتحكي لنا عن الأغنية؟ هاي الأغنية كانت من اختياري وهي من إنتاج شركة لايف ستايل ستوديوز. الأغنية بالفعل كتير حلوة، وأنا اخترتها بحيث أنها هيك تكون هذا النمط الرومانسي اللطيف. الناس دائما بتطالبني بأني أعمل أغاني تقيلة. الناس لما سمعتني بأرب آيدل أي شيء صرت أدمه صارت الناس بدها أكثر، بتقلي صوتك أحلى، صوتك بيجيب أكثر، نحن سمعناك هيك، ومعهم حق. بس أنا للأسف أنا ما عم لاقي تركات موسيقية أقتنع فيها بهالشكل الموسيقي العظيم اللي عم يطلبه من الجمهور. أكيد فيه، بس للأسف أنا مش عم بيحالفني الحظ، لأني مثل ما قلت لك يعني أنا من أرب آيدل من نهاية البرنامج لحد اللحظة وأنا وحيدة تماما بالميدان. والله مو بشي، بس أنا يعني اجتهدت جدا وتعبت كتير 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 لحتى قدرت أني أعطي هالنتيجة. وما تنسى كمان أنه يعني أنا طلعت من بيت أهلي ومن جامعتي ومن محيطي هذا الضيق المقتصر على العائلة والأصدقاء لشهرة كتير كبيرة وواسعة جدا. يعني استيعاب هذا الموضوع لوحده صعب جدا، تعبت كتير، تعبت جدا، تعبت قد ما بدك. وإحنا منقدر كتير تعبك ومجهودك اللي بتقدميه، إن كان لجمهورك ولنفسك ولعائلتك. فقبل كل إشي يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله يكون لنا هذا الدور الصغير اللي نقدر فيه ندعم مسيرتك الفنية كمان، ونوصلها كمان لأكبر عدد من الناس لحتى يعرفوا أنه الفنان لما بينتج لنفسه غير لما تكون في شركة اللي هي تنتج هاي الأعمال الفنية، والفرق عم بيكون كتير واضح، مش من ناحية جودة الأغنية إنما طريقة نشرها في العالم العربي بشكل عام. فرح، احنا وصلنا للنهاية، وقبل ما نختم مع بعض حبيت بس اسمع منك لو نصيحة بتقدميها لفنانين عم بيبدوا مشوارهن الفني، ان كان من خلال برنامج، ان كان من خلال مسرح، ان كان من خلال مدرسة، شو بتقولي لهن؟ يعني نصيحتي للشباب ياخدوا الطريق اللي هنن بيشوفوه مناسب، ما يخافوا من الوقوع بالخطأ. كل انسان بيخطأ، ولكن لما نحن بنتعلم من الخطأ هذا ما عاد صار اسمه خطأ بقد ما صار انه اسمه درس نتعلم منه. يعني انا ما خفت ابدا من الوقوع بالاخطاء وغامرت، وبالفعل تعلمت جدا، ممكن اتعذبت. اي انسان على الاطلاق، ما في شيء بالدنيا بيجي ببلاش، دائما في له ثمن، بس نحن وشطارتنا انه نطلع باقل الخسائر الممكنه على قد ما نحن سريعين بتعلم هالدرس. نصيحتي لكل الشباب يقدموا على البرامج إذا بدهم، وإذا ما بدهم في طرق تانية أكيد يروحوا لها، ولكن أبدا ما يرفعوا سقف التوقعات والآمال تبعهم نهائيا. يآمنوا بحالهم فقط، ما يآمنوا بأي شيء بالآخر إلا بالله أولا وبنفسهم تانيا، والله يوفق الجميع. فرح يوسف، أنا بشكرك على وقتك، بشكرك على تفاصيل حياتك اللي شاركتيها معنا، يعني من خلال برنامج منعيش بكل حلم حقيقة حبينا هيك كمان نسلط الضوء أكتر على فرح يوسف. تحياتي لشعب فلسطين، أنت بتعرف يعني أنتوا قديش معزتكم عندي كبيرة، وقديش أنتوا بالقلب، وقديش أنتوا الروح يعني مثل ما بيقولوا، ومحبتي لألكم وشكرا لألك، وعن جد تانكيو على هالحوار اللي كتير حلو، مرسي لألك. ولألك طبعا شكرا كتير، ونستنى مني كل شيء جديد. حبيب قلبي شكرا كتير لألك، مرسي. قبل نهاية البرنامج حبيت أقول إنه من خلال برنامج منعيش بكل حلم حقيقة، بعد ما رجعنا بموسم جديد هالمرة
فرح يوسف أخذتنا من ضيعة بريسين، طرنا معها لبيروت لأمريكا، وبعد مسيرتها مستمرة. صوتها هو جواز سفرها، رح يوصلها للمسارح لتغني بكل مكان. فنها صادق وهي فنانة صادقة، كنا معها وعشنا الحلم حقيقة بلقائها مع الفنان الكبير إلياس كرم. سمعناها لما غنت وتأثرنا بقصتها ما بعد أرب أيدل. بتمنى أنه استمتعتوا معي في هذا البرنامج بحلقة أولى متجددة من برنامج منعيش بكل حلم حقيقة. استنوني لحلقات جاية لقدام ونشوفكم بخير. كنت أنا معكم إلياس مرجية، معد ومقدم البرنامج. سلام.